هي العموميه للنادي الاهلي تقول قولتها او قولها الفصل الجمعه القادم 72 ساعه تقريبا بيفصلونا عن هذا الحدث التاريخي الذي يسطر لمرحله جديده من الانطلاق في مستقبل النادي الاهلي. كما كان التاريخ عظيم ومجيد فان المستقبل واعد وزاهر باذن الله. هذه اللائحه التي تحكم العمل داخل النادي الاهلي وتعظم من دور الجمعيه العموميه وتحدد الحقيقه دور مجلس الاداره وكثير من الامور خاصه فيما يتعلق بالاستثمار، انشاء الشركات العضويه، ماهيه النادي، الفروع المختلفه. آن الاوان ان يكون للنادي الاهلي لائحته الخاصه. هذه الفقره الخاصه مستمره مع حضراتكم وفيها اليوم ضيف الحقيقه عزيز على قلبي لانه ببساطه شديده هو اهلاوي حتى النخاع. يعني رغم انه عقليه اقتصاديه واداريه متفرده واضافه كبيره لمجلس اداره النادي الاهلي الا انه دايما يعني يطمح الى التحرر من قيود هذه المسؤوليه اللي بتضعها عليه عضويه مجلس اداره النادي الاهلي لينطلق الى افاق المشجع الذي يعشق ويشجع النادي الاهلي بكل كيان. حان من حسن الطالع ايضا انه ضيفي النهارده ولقائنا به بيتم او بيتزامن مع عيد ميلاده. استاذ محمد ضمطي. مرحب بيك. ازيك يا شيخ؟ مرحب بيك وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. عيد ميلاد سعيد. الحمد لله عندنا اخبار كويسه، يعني فوز النادي الاهلي وعيد ميلادك. الحمد لله. كان ضغط نفسي عليا قبل الناس كلها كانت رابطه عيد ميلادي بالماتش، بس الحمد لله. انا فخور ان انا موجود معاك اول مره في قناه النادي الاهلي في الاستوديوهات القناه، ونتمنى باذن الله حلقه كويسه. ده عيد ميلاد رقم كام يا استاذ محمد؟ 36. ما شاء الله ما شاء الله. يعني عندنا برضو قيادات وكوادر النادي حاجه تشرف. يعني الحمد لله احنا في سن مبكر وفي عز الشباب صنعوا كل هذا. دخلت فوق السن الدوره اللي فاتت بفرق اسبوعين. بفرق اسبوعين تقريبا، ثلاث اسابيع بالظبط. يلا دايما كده ان شاء الله النادي الاهلي في العلالي بكل ابنائه المخلصين يعني بيشتغلوا له. طيب قول لي اللائحه اجمالا انت شايفها ازاي؟ استاذ محمد ضماطي شايفها ازاي؟ هنتكلم عن الجانب الاقتصادي والاستثماري فيها، بس عايز اتكلم عن الفلسفه، عن طريقه اعدادها وطرحها لل اولا قبل ما نتكلم في اي حاجه، بس عايز نعزي كابتن عادل هيكل طبعا جماهير النادي الاهلي كلها، واحد من اساطير كره القدم والرياضه المصريه، فبنعزيه بنعزي نفسنا كلنا في وفاته. طبعا لائحه النادي الاهلي اعتقد احنا بنتكلم على مشروع ديمقراطي انا شايفه تم بشكل رائع جدا. شفنا مناقشات مثمره جدا على مدار الشهر اللي فات. احنا كمجلس اداره من اول يوم كان هناك وعد ان احنا يبقى في قبل ما نمر عام يبقى في لائحه للنادي الاهلي، زينا زي انديه كتير جدا خلصت اللوائح بتاعتها من اكتر من سنه. فالحمد لله احنا النهارده بنقترب من تحقيق الوعد ده باذن الله زي ما انت بتقول 72 ساعه. شفنا تجربه مثمره جدا في فكره التفاعل المجتمعي اللي حصل على اللائحه. اكتر من 3500 اقتراح لحد امبارح اخر حاجه، او يعني لحد قبل ما نخلص اللائحه. الناس متفاعله بشكل كبير جدا، الناس حابه الموضوع وحابه ان هي تشارك، فانا شايف التجربه ديمقراطيه جيده جدا. عملنا زخم الحمد لله كويس، الناس قرت وشافت، الناس اعترضت على حاجات اتغيرت، والحمد لله شايف التجربه في الاخر موفقه وتليق باسم النادي الاهلي. طب واهميه انه النادي الاهلي يصنع دستوره او لائحه النظام الاساسي الخاصه بيه يا استاذ محمد؟ النادي الاهلي هو اكبر نادي في الشرق الاوسط وفي مصر طبعا، في الوطن العربي كله. انت تتحرر النهارده في حاجات كتير جدا. تعالى نتكلم على الجانب الاقتصادي اللي احنا كنا بنتكلم عليه. انت ماشي النهارده بقانون مؤقت اللي هو اللائحه الاسترشاديه بتاعتك. صحيح. ما ينفعش النهارده انك انت تطلع تعمل، يعني ايه اهميه ان احنا نعمل لائحه دلوقتي مش السنه اللي جايه؟ انك انت محتاج تعمل شركاتك، محتاج تبدا تعمل افاق جديده لتنميه الموارد بتاعتك. النهارده عشان تبدا تدخل الاستثمار ده محدش هيخش معاك ابدا في وضع مؤقت، مفيش النهارده مستثمر هيجي معاك مع الحفاظ طبعا على الكنترول او الملكيه الاغلبيه للنادي الاهلي، هيرضى ان هو يخش معاك بقانون بلائحه استرشاديه ممكن تتغير كمان سنه، تتغير كمان اثنين، تتغير كمان ثلاثه. فبقانون مؤقت عمرك ما تعرف تنطلق وانك تبدا يبقى عندك موارد مبتكره للنادي الاهلي. اهميه ده ايه؟ زي ما انت شايف الوضع دلوقتي في مصر وفي ظل الارتفاع الاسعار الموجود في كل حاجه، في اللاعبين وفي مش بس في الكوره، في النشاط الرياضي كله، ومحتاج النادي الاهلي يستغل اسمه وعلامته التجاريه بشكل افضل من كده. وده كان جزء من البرنامج بتاعنا، فكره الموارد المبتكره او الموارد الاقتصاديه المبتكره. عندنا افكار كتير جدا، عندنا لجنه تنميه موارد محترمه فيها قامات كبيره زي الدكتور فاروق العقده ورجل الاعمال ياسين منصور واستاذ محمد نجيب، واحنا عندنا افكار كمجلس اداره كلها موجوده
عندنا محمد ضماطي ومحمد الجرحي، عندنا كل المجلس اللي بقى بيشاركوا في وضع افكارهم، وعندنا افكار كتيره جدا موجوده لكن مش قادرين نفعلها او حتى ندرسها جدواها من غير ما يبقى عندنا شركات النهارده نقدر نشتغل عليها. الموضوع احنا مثلا هجيب لك مثلا عقد الرعايه بتاع النادي الاهلي، احنا كنا بنتكلم وقت الانتخابات ان احنا نفسنا ان احنا او هدفنا ان احنا نضاعف الرعايه بتاعه النادي الاهلي، وقدرنا الحمد لله ان احنا نعمل كده في ظروف ما كانتش سهله، وصلنا الحمد لله ل 900 مليون او قرب المليار في اربع سنين. الرقم ده على ظروف طبيعية كان هيبقى هايل جدا وهيبقى كافي جدا لينا لو ظروف في الأسعار بتاعة اللاعبين زي ما كانت ماشية. صحيح. لكن احنا النهاردة طلعنا وكانت 10 و12 في الفترة اللي فاتت، فاحنا طلعنا مرة واحدة من 10 و12 لثلاثينات وأكتر، فأنت النهاردة بتتكلم على أسعار اللاعبين ضربت في 3، فأنت النهاردة بقت محتاج تخش في افكار اخرى وفي موارد اخرى عشان تقدر انك انت تبقى اب تو ديت وتقدر تلحق على الكلام ده. فمن هنا اهميه انك انت تقر اللائحه بتاعتك، انك انت تبدا تنطلق اقتصاديا، لان انت لحد النهارده ما فيش اي حد هيقدر ان هو يخش على قانون مؤقت او لائحه مؤقته. صحيح. فمن هنا احنا حطينا بنود الاستثمار، باب كامل للاستثمار، كان في ورش بقياده دكتور فاروق العقده مهمه جدا للاستثمار مع النادي الاهلي، مع الحفاظ على الحصه الحاكمه 51% للجمعيه العموميه للنادي الاهلي عشان عظيم. تفضل تمتلك هي القرار وما تقدرش تعمل اي حاجه بدون الرجوع الى الجمعيه العموميه 100%. دي اعتقد من اهم الحاجات اللي انا كنت باصص لها، من يعني الناس كلها كانت باصه على الموضوع بتاع شركه الكوره لو اتعملت قدام او 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 اي شركات ثانيه، ان يبقى جمعيه العموميه للنادي الاهلي هي اللي عندها الحصه الحاكمه 51%. ايه الافكار المبتكره لتنميه الموارد؟ ايه اللي انت كرجل اقتصاد مع لجنه تنميه الموارد مع المجلس بتفكروا علشان تعظموا من موارد النادي الاهلي؟ شركه الكوره اول حاجه، انت النهارده في عصر احتراف محتاج انك انت النهارده عندك شركه الكوره بتاعتك بكل بقى ما لها وكل حاجات التسويق بتاعتها والملابس، وعندك افكار كتير جدا. يعني احنا اطلعتوا على اي تجارب خاصه بانديه عالميه؟ طبعا في يعني مجال دراسات جاهزه، في دراسات جاهزه وفي افكار. احنا عندنا باذن الله بعد اقرار اللائحه احنا عندنا انت كنت اعلنت على ده من حوالي اسبوعين ثلاثه، ان الكابتن محمود الخطيب حاطط الملفات كلها بتاعه البرنامج الانتخابي، ان احنا نبدا نتحرك عليها بشكل بقى متوازي بعد اقرار اللائحه، لان في حاجات كتير جدا من ضمنها البند الاستثمار احنا منتظرين اقرار اللائحه عشان نبدا ننطلق فيه. فده باذن الله هيبدا يبقى في قعدات ما بيننا وما بين لجنه تنميه الموارد، ان احنا نبدا نشوف ايه الافكار الجديده، نبدا ندرس جدواها ايه، نبدا ندرس الجداول التنفيذيه بتاعتها، نقدر نعملها امتى والاولويه لايه، ونبدا نتحرك على اساسها. وبالتالي نقدر نقول انه لائحه النظام الاساسي واقرارها هو حجر زاويه في انطلاقه جديده زي ما حضرتك 100%. مفيش زي ما بقول لك الانديه كلها النهارده او الانديه الكبيره كلها اقرت اللائحه بتاعتها من يمكن من الصيف اللي فات، من صيف 2017. صحيح. اللائحه الاسترشاديه لائحه يعني معموله مؤقتا بتعامل النادي اللي عدد الاعضاء فيه 100,000 زي اللي عدده 10,000 زي اللي 5,000، فده ما ينفعش ولا يستوي. طبعا معمول باب كبير جدا للعضويه، كان امبارح معاك ابراهيم الكفراوي في الحلقه وطارق كل الاعضاء لان ده اتعمل بناء على الخبره اللي اتاخدت طبعا من على مدار السنين على المشاكل اللي موجوده في العضويات والكلام ده كله، ده برده مش موجود في اسهامات الزملاء العاملين في اداره الاشتراكات كل حاجه والاعضاء نفسهم والعاملين حاجه عظيمه يعني. فكل الحاجات دي بتقول ان مهم جدا ان احنا يبقى عندنا لائحه. طيب لو النهارده بتكلم عن باب الاستثمار، وهذه اول لائحه في مصر يتم الحقيقه تخصيص باب للاستثمار فيها، وحضرتك حضرت ورش العمل مع الدكتور فاروق ومع عدد كبير واسهمت اسهامات كبيره، شايف الباب ده ازاي وهنقدر نعظم من فكره الشركات دي ازاي والدخل اللي هتدره على النادي الاهلي؟ مختلف عن اي نادي تاني انه عنده الجماهيريه الاكبر، فانت ده مختلف عن اي نادي في مصر يحط بالظبط عندك براند. النهارده احنا عندنا افكار ان احنا نروح باكاديميات ونروح بشغل بره مصر، الكلام ده كله محتاج انك انت النهارده يبقى في تمويل ويبقى في شركات ويبقى في مرونه اكتر من كده. ده من ضمن الحاجات اللي احنا من الملفات اللي احنا شغالين عليها، من ضمن الملفات اللي احنا شغالين عليها زي ما بقول لك شركه الكوره، ان بعد كده عشان الدوري المحترفين والكلام ده كله. فالنادي الاهلي براند مختلف يختلف تماما عن الانديه الاخرى، او يعني طبعا في انديه ثانيه جماهيريه بس مش نادي اجتماعي، عشان النهارده نبص على بند الاستثمار ده ان هو بند مش مهم، لا بند الاستثمار بند مهم جدا. كابتن محمود الخطيب امبارح في الكلمه بتاعته قال ان ده بند يحمي النادي الاهلي، ال 51% تحمي النادي الاهلي مستقبلا من فكره اي تدخل او اي حد يتحكم في مقدرات النادي الاهلي. واعتقد ان باقرار اللائحه دي، ودي بس انا عايز اركز على النقطه دي، لائحه النادي الاهلي هي لائحه تخص الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وليس مجلس اداره النادي الاهلي. صحيح. عشان دي برضو بعض الحقيقه ميزات كبيره جدا للجمعيه العموميه وبتعظم من دورها على حساب مجلس الاداره اللي بيقلص من صلاحياته. خلينا نتكلم زي ما بقول لك في الشق ده، انك انت اللائحه دي معموله عشان الجمعيه العموميه مش عشان مجلس الاداره او عشان مجلس الاداره هو اللي عاملها،
اللائحه دي باسم النادي الاهلي وهتفضل باسم النادي الاهلي ان شاء الله لما تقر، مش باسم مجلس الاداره. صحيح. وبالتالي لازم نبص على الموضوع من هذا المنطلق، ما يبقاش الموضوع متشاف من نواحي انتخابيه، يعني خلينا ناخدها بهذا الشكل. لا، الاعضاء النهارده لازم تبص على فكره ان احنا عايزين نعمل دستور نمشي عليه كلنا. زي ما قلت في مداخله قبل كده في القناه، ان احنا عندنا ثلاث بنود مهمه جدا نبص عليهم كهيدلاينز للموضوع. رقم واحد، صلاحيات الجمعيه العموميه. هذه اللائحه هي وسعت من صلاحيات الجمعيه العموميه، ما خلصتش منها حاجه، بالعكس زودت من صلاحيات الجمعيه العموميه. نمره اثنين، حافظت على حريه اعضاء الجمعيه العموميه، لان برضو كده كان من ضمن الحاجات اللي موجوده في مسوده المناقشه الاولانيه واتحذفت كلها بعد كده في اول اجتماع. ثالث حاجه، تعظيم فكره ملكيه الجمعيه العموميه للمقدرات وللاسيت بتاعته، اللي هي مين لي البراند بتاع النادي الاهلي بالجماهيريه العظيمه اللي عنده. الثلاث حاجات دول لو موجودين، لو عضو جمعيه العموميه النهارده شايفهم بالشكل ده، يبقى زي ما بقول لك ما يبصش بقى على حاجه. يعني دول اهم ثلاث حاجات تقدر انك تقيم عليهم التجربه بتاعه اللائحه بتاعه النادي الاهلي. وانا شايف ان الثلاث بنود دول بالذات اللائحه غطتهم بشكل كويس جدا، وزودت دور الجمعيه العموميه بشكل كبير، واعتقد الناس بدات تشوف كده.